بسم الله بالابن الروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن دهر دور كلها آمين. تسمعنا تسمعنا الكنيسة سمعنا الكنيسة في أحد الأول من شهر مصر مثل الكرم أو الكرم والكرمين، وطبعا الشهر الأخير من السنة القبطية فيه نلاقي قرايات في الشهر الأخير في السنة القبطية بنتركز القرايات بتركز على المجيء الثاني وعلى حياة الاستعداد الحصاد تقديم الثمر. عشان كده المثل ده مهم جدا، والتوقيت اللي قال السيد المسيح هذا المثل ليه دلالة خاصة. المثل ده اتقال يوم التلات، تلات البسخة، اتقال يوم التلات ما بين أحد الشعنين ما بين دخول المسيح أرض مصر وما بين الصليب قبل الصليب بأيام قليلة. ويمكن أغلب الحديث بتاع المثل ده بيكون على الكرامين وإيه اللي عملوه وإيه اللي ما عملوهوش، لكن أحب نركز على جزء تاني في هذا المثل. يمكن أحلى حاجة في هذا المثل هو دور صاحب الكرم، وكم كان صبورا في تعامله مع الكرامين. الله فعلا يتأنى علينا. نتكلم على صاحب الكرم الصبور، كيف يتأنى الله علينا؟ يتأنى الله علينا في التوبة، ودي واضحة جدا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية صح 3:9: لا يتباطأ الرب في وعده كما يحسب قوما التباطؤ، لكن يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع للتوبة. ربنا عايز الناس تتوب كلها. ما أحب ما أحب شيء لله إلا إنسان يتوب، والله يعطي فرص متعددة للتوبة. لو كان أي واحد مننا هو صاحب هذا الكرم، والكرامين اللي أتمنتهم على الكرم عملوا كده في اللي أرسلهم رب المجد، كنت هتعمل ايه؟ قال لك كنت هتسكت وتقول معلش دول غلطوا، تبديهم فرصة تانية وتالتة. لكن في وقتنا دلوقتي كان من اول مشكلة هبعت لهم تهديد وجواب من المحامي وريسترينينج اوردر وقضية الى اخره. محدش بيقدر يدي حتى فرص زي ما ربنا بيدي، لكن طبعا هي فرص التوبة مش فرص استهتار او تراخي، لكن فرص ذهبية زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا صحاح 2:4: ام نستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالمين ان لطف الله انما يقتادك للتوبة. لطف الله يقتادك للتوبة، بتحس بتدوق لطف الله فعلا، مش هتلاقي غير انك عندكش طريق غير التوبة. ويأكد معلمنا بطرس الرسول حقيقة بطريقة عجيبة: واحسبوا أنات الله ربنا خلاصا كما كتب لكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. ودي يمكن من المرات القليلة اللي كاتب أحد الرسائل يعمل ريفرنس أو يعني يشير إلى رسالة أخرى تاني حد تاني كتبها. فمن أهمية هذا الموضوع تلاقي يتفق معلمنا بولس وبطرس رسولان أن طول أنات الله يجب أن هي تقودنا للتوبة والخلاص اللي مش ممكن ننالها من غير توبة. كل يوم جديد ده هدية من ربنا وعطية منه لينا أن احنا نراجع أنفسنا ونقدم توبة صادقة ولا نيأس. واحد بتشجع كل ما يسمع قصة القديسة بائسة اللي قعدت طول حياتها عايشة في غلط، لكن جت في آخر 24 ساعة وحياتها تغيرت تماما. لسه اليمين اللي في آخر ساعات حياته برضو قدر ان هو يقتنص فرصة التوبة. وغيرهم ياريت في نهاية هذا العام القبطي، نهاية العام القبطي واحنا فعلا فترة صيام ونهضة، ان نقدم توبة وشكر الله على طول أناته وصبره. دي فرصة للتوبة. الله يتأنى علينا في التوبة نمرة واحد، نمرة اتنين في الثمر.
وده اللي عمله مع الكرامين، طلب الثمرة مرة واتنين وتلاتة. هو كان منتظر أن يقدموا توبة على اللي عمله. غلطوا أول مرة، بديكم فرصة تانية، توبوا وقدموا ثمر. ما عملوش كده مرتين وتلاتة. ربنا له حق يطالبنا بالثمر، ده هو أعطى الكرامين الكرم وكل مستلزماته، مخلهمش محتاجين حاجة، ما عندهمش حجة انهم ما قدموش ثمر. زي ما قال في اشعياء 5: لانشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على اكم من خصبة، ونقبته ونقبه ونقى حجارته وغرس كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه ايضا معصرة، فانتظر ان يصنع عنب فصنع عنبا رديئا. عمل له كل حاجة، فحت وشال الحجارة وغرس وحط فيه أجود شتلة، وحط فيه برج عشان حراسة، وحط فيه معصرة عشان مستني بقى الثمر، فصنع هنا برأيي. معقولة بعد كل ما عمل الحاجات دي كلها ده رد الفعل أو ده النتيجة؟ ربنا منتظر مننا نتيجة إيجابية ومتمهل علينا. شوف بقى ربنا عمل معانا ايه وأعطانا ايه، واحنا عملنا ايه باللي ربنا اداهولنا. انا بقول يا رب نشكرك لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا، ليك اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا لهذه الساعة. كون اتى بنا لهذه الساعة دي عطية في حد ذاتها. اعطانا الوقت، وناس كثيرة ما عندهاش وقت. اعطانا الصحة، غيرنا مش قادر يتحرك من فراش المرض. اعطانا الحرية، حرية الحركة والفكر والتعبير عن الرأي، غيرنا ما عندوش هذه الحريات. أعطانا الإمكانيات المادية، غيرنا ما عندوش هذه الإمكانيات المادية. أعطانا الغذاء، في غيرنا بيموت من الجوع. أعطانا، نشكر ربنا، جو حلو، غيرنا في ناس بتموت من البرد ومن الحر وعندها حاجات أساسية، حاجات أساسية غايبة جدا في حياتنا. كل واحد صدقوني ممكن يقعد مدة طويلة ويعمل لستة طويلة بالحاجات والوزنات اللي ربنا أعطاها له. كل ده الكرم بتاعك، وقتك، صحتك، مجهودك، ممتلكاتك، ملكاتك، مواهبك، كل ده ما هو إلا الكرم، وأنا المسؤول عن هذا الكرم، والمسؤول أن أقدم ثمر هذا الكرم، بس ما يكونش ثمر ردي. مش بس كده، هنطول وقت عملنا نطلب حاجات أكتر، محتاج ده، ناقصني ده، عارف زي ما ايه، انت مثلا جيت شغلت واحد عندك اديت له كل حاجه، كل شويه يجيب لك لا ناقصني ده، ناقصني ده، وانت عارف انه مش ناقص، تقعد تدي له كل هو عايزه عشان ما يبقاش عنده حجه، في الاخر مش مطلع ثمر. فين الثمر؟ حياتنا كلها مبنيه على العطاء، ان اقدم حاجه. مربوط هو العطاء اكثر من الاخذ. ثمار كثيره يا احبائي يجب ان احنا نقدمها في اوانها. ثمار الروح معروفة: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ثمار برضو تانية: حياة روحية قوية، صوم، صلاة، قراية كتاب مقدس، خدمة. فين حصاد العام؟ ياريت نسأل نفسنا على الثمر. الله يتأنى علينا في التوبة، الله يتأنى علينا في الثمر، الله يتأنى علينا في العقاب. طبعا هو عاقب الكرامين بعد ما أعطاهم فرص كثيرة لتقديم توبة وثمر. بعد كده أرسل ابنه الوحيد، قال لعلهم بقى يعني ده ابني بقى يعني يعملوا حسابه، لكن زي ما شفتوا أخرجوه وقتلوه. طبعا دي كانت نبوة عن الصليب اللي كان هيحصل بعد أيام قليلة. فأخذ منهم الكرم وعاقبهم. والله هنا لا يشاء موت خاطئ مثل ما يرجع وحيا. العقاب عند ربنا ما هوش هدف، لكنه هو النتيجة اللي اختارها الكرامون بنفسهم. الله لم يختار هذا الاختيار الصعب، لكن تركهم يختاروا، هما اللي اختاروه. هكذا الله مع الإنسان،
أقوى مثال مثلا نجد يهوذا الإسخريوطي، أعطاله أكتر من فرصة لكي لا يقع في خطأ الجسيم، في الآخر يقول له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. سدوم وعمورة، الله كان مستعد أن لا يعاقب المدينة لو وجد 10 أنفس ولم يجد. شفنا عمق رحمة الله مع نينوى، برغم أن يونان النبي زعل جدا أن ربنا لم يعاقبهم. ربنا مش بيحب العقاب، لكن العقاب هو نتيجة طبيعية، لأن أجرة الخطية إيه؟ موت. ده العقاب اللي يختاره إنسان بكامل إرادته. السيد المسيح بيكلمنا على الباب الضيق والباب الواسع، والطريق الضيق والطريق الواسع، وما تحكمش على الطريق، ما حكمش على الطريق كده مجرد بمنظر الطريق، بل احكم على الطريق بنهايته، اخرتها ايه. والله يعطي الانسان كل فرص ممكن لاختيار الطريق المؤدية للحياة، ويبعد عن الطريق المؤدية ايه الموت. ده مما حبيته، اعطانا علامات نهاية الازمنة والمجيء الثاني، وده اللي هنسمعه في الاحاد الاخيرة من السنة. وبدل من إنسان يضيع وقته بحجة إنه لسه في وقت، يفكر نفسه كل يوم في صلاة النوم: توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي انهضي من رقاد الكسر، وتضرع المخلص بالتوبة. في عندنا الحقيقة فرص كتيرة ربنا بيديها لنا، ربنا بيتأنى علينا، بس احنا ياريت ناخد الفرصة، ياريت احنا نستغلها عشان في حاجات كتيرة ربنا مستنيها من ولاده. هو قدم لنا الكثير الكثير، اكتر مما نتخيل، اكتر مما نسأل او نطلب. فبدي له حاجة صغيرة كده في حياتي، وثمار طريق بالتوبة بعبر له عن تقديري، وأدركت يا رب أنت عملت عشاني إيه. يريد تكون دي فرصة لينا نحن نصحصح شوية، نصحصح شوية. لله لنا كل مجد وكرامة الآن، ده دور كلها. أمين.